واش اخبارك ان احسن حارس في الليغا سنه 2022 تم منحه للحارس الدولي المغربي ياسين بونو اللي كيلعب مع فريق اشبيليا الاسباني. ياسين بونو حارس المنتخب المغربي تم تتويجه بجائزه زامورا اللي كتمنحها الصحيفه الرياضيه الاسبانيه ماركا، وبالتالي كتعتبر ياسين بونو اول حارس مرمى في نادي اشبيليا كيظفر بهذه الجائزه. واش في خبارك ايضا ان الحارس ياسين بونو هو اول حارس مرمى عربي كينتزع هذا الاستحقاق، وثاني حارس مرمى افريقي كيحظى بهذا التتويج بعد الكاميروني جاك سونغو اللي حتى هو خدا ايضا هذا اللقب خلال موسم 96 و97. ياسين بونو البالغ من العمر 31 سنة استطاع اسمه هذه السنة، خاصة بعدما تفوق على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بطل الليغا واللي تلقى 29 هدفا خلال 36 مباراة، في حين الحارس الدولي ياسين بونو تلقى شباكه 24 هدفا من أصل 31 مباراة. مصدر ديالنا غاسي هو اللي كيقول هذا الشيء.